الأشجار كبيرة وأغصانها ترتفع عاليا. يبذل محمد جهدا كبيرا ليصل إلى ثمر الجوز. أداته عصا طويلة تعرف هنا بالروض، يضرب بها أغصان شجرة الجوز فتتساقط ثمارها. طريقة قديمة لقطافه لكنها أكثر فاعلية الآن. ما خرجت قرب على الشاء لأني بشاء الأشسمه الجوز غض، فمحتمل أنه ينكسر واللي عم ينفض الجوز إذا وقع يعني محتمل يموت. فلهالسبب نحن نستعمل الروض. في عالم بتبيعها هلا الخضرة صار شكل، واللي بسانة صار شكل بالكيلو أو بالحبة، هيك بيباع الجوز. ويفضل أنه في عالم ترغب لليبسان أكثر. محصول جيد الحمد لله السنة، يعني هالسنة محصوله كان جيد الجوز، وكان يعني موسم الحمد لله حامل. بس هو يعني هون في منطقتنا العالم ما بتعتمد على الجوز، يعني ما هو أنه هو موسم أساسي، عرفت كيف؟ للجوز وجود هام في العديد من المأكولات وأنواع الحلويات، يضيف نكهة خاصة تجعل الأهالي يرغبون بشرائها وتذوقها. تقدم لعدة أشياء مثل الشعبيات والمعمول، وبيتحط للحلو يعني يكون عن مجاميعه. يعني احنا بنستعد مهون للمحل، يعني من الشعبيات أكثر شيء تطلبه العالم يعني، وفي للمعمول الجوز أكثر شيء هذا بينطلب بالعيد. وفي البيت أكثر شيء بنستعد مهون للمقدوس مثلا، وعدة شغلات في البيت يزن لطبخات لشغلات العمنات هيك مطلوبات يعني. يحتل مرتبة عالية في الأسواق ويشكل مصدر دخل للعديد من الأهالي الذين يحافظون على أشجار الجوز الغنية بالفوائد. يعتمد سكان منطقة دركوش على ثمرة الجوز في العديد من المأكولات والحلويات الشعبية، ويتم بيع الموسم بطرق مختلفة حسب حاجة المستهلك، منها بيع بالكيلو وبالحبة الواحدة، ومنها بيع القلب بعد تقشير الثمرة. عامر عاصي، منطقة دركوش، حلب اليوم.